غابت الانتفاضة في الشارع وعادت من بوابة نقابة المهندسين، هنا حيث خاضت المجموعات المنبثقة عن انتفاضة 17 من تشرين الأول بالتحالف مع أحزاب معارضة انتخابات النقابة وانتصرت. المعركة بمواجهة السلطة تبدأ بالنقابات باعتبارها نقطة الارتكاز، وهذا الانتصار هو يؤشر إلى حركة التغيير الحقيقية المجتمعية سواء بالنقابات أو بغيرها. لوائح عدة تنافست لاختيار 283 مندوبا، حصلت الانتفاضة فيها على 228 مقعدا، كما اكتسحت لائحة الانتفاضة 4 من مقاعد رؤساء الفروع 5. منافسة عكست التحالفات السياسية في البلاد، حزب الله والتيار العوني في لائحة، والمستقبل وأمل والاشتراكي في أخرى، فيما انقسمت المعارضة إلى لائحتين كانت النقابة تنتفض أضخمها، إذ نجحت بضم أكبر عدد من المندوبين إلى لائحتها للمرة الأولى في تاريخ النقابة. أول مرة بتاريخ نائبة المهندسين بيصير في معركة على مجلس المندوبين، وأول مرة بتاريخ نائبة المهندسين بينزل 233 مندوب بلائحة واحدة بوجهة واحدة على برنامج واحد. هي انتفاضة ضد السلطة يقولون هنا، خطاب ترفضه الأحزاب وتضعه في إطار الاستقطاب الانتخابي. إخواننا بنقابتي وبمجموعة تانية بيستثيروا مجموعة مصطلحات وعناوين الهدف منها إثارة وتهييج الشارع لحشد أكثر عدد وتأييد أكبر ناس لإلهم. بالواقع هي معركة نقابية محض. انتصرت قائمة الانتفاضة إذن في معركتها الأولى، بانتظار المعركة الثانية في 18 من يوليو تموز المقبل لانتخاب نقيب وأعضاء مجلس النقابة 10. هي معركة انتخابية في نقابة المهندسين من حيث الشكل، أما المضمون فتعبير عن اصطفاف بين السلطة والشارع، ومؤشر على ما ستكون عليه الانتخابات النيابية المقبلة التي يتحضر لها الجميع. علي رباح، العربي، بيروت.